الصورة اللي جاية أعتقد دي كانت من المحلة برضو تكاتك. شوف توك توك عمل إيه كده وأنا معاكو، عمل مصيبة. تنظيم التكاتك يا جماعة مش في المحلة ولا في مدينة ولا في بحري، ده في كل حتة في مصر. نظمها إزاي؟ شوف الصورة دي وأكمل معاكو. ده توك توك تخيل نفسه إن هو طاير، ده توك توك خد الشاب وجري بيه. اعتقد ان هذه الصوره لانه دول شباب من المحله بعتوها لي، انا بحييهم كل اللي شاركوا معانا. انا بسقف لكل واحد في المحله قدم الصوره وقدم النداء انه بلدي ودي غيره حلوه محموده، مش عاوز احملها اي محمل سياسي غير الناس دي بتحب بلدها. لكن تكتمل الصوره نقدم اقتراحات، مش هقعد اشتكي فقط. تكتمل الصوره لما السيد المحافظ، مجلس المدينه، نواب مجلس النواب، القادة بتوع المجتمع، الجامع، الكنيسة، نحدد أماكن، ننظف، نحط صناديق قمامة، نعمل تجميل ونظبط.